من هولندا زينة عبود لاجئة سورية أصبحت سفيرة لمطبخ بلدها، فأطباقها لم يتذوقها العامة فقط بل ملكتهم أيضا، تخيلوا. وتوالت نجاحاتها لتحصل على المركز الأول عن فئة رواد الأعمال بقائمة كلارجيك توب. صرت أفكر أنه أنا لازم أعمل شيء، لأني يا أما بدي يعني بدها تصير يعني نزول كتير بشع بحياتي، وهذا الإحباط رح يأثر على شخصيتي ورح يشلني، يعني فعلا كنت شبه المشلولة يعني بأول 3 شهور، يا أما لازم أعمل شيء أطالق حالي أنا أساعد حالي. قررت أدخلهم إلى الهولنديين على قلبهم عن طريق معدتهم، هي أنه حتى أكسب بصراحة أكسب محبتهم بطريقة حلوة وسلسة. أنا اسمي زينة عبود، من حلب، طبعا من سوريا. جيت على هولندا ب 2015، طلعت من سوريا ب 2013، بقيت 3 سنين بتركيا، وبعدين جيت لهون لأبدأ حياة جديدة. أول ما أجيت البدايات كانت كتير كتير صعبة، بلد جديد وناس جداد ولغة جديدة والعالم يعني كتير اختلف علي، كل شيء كان صعب، عمل لي هذا الشيء نوع من أنواع الإحباط. كنت كتير متفاجئة ومصدومة وما عم بدور على حالي، ما عم لاقي حالي. لبعد 3 شهور بلشت أفهم وأوعى إنه لازم أبدأ أخذ خطوة لقدام، هي دراسة، هي شغل، هي أي شيء. وبالأخير قررت أني أشتغل وبلشت شغل. أول شيء بلشت كانت يعني مجرد هواية ومجرد إنه شيء إيجابي بدي أعمله بالحياة. بعدين بلشت أعمل الموضوع جدي، صرت أعمل كورسز، درست عن أمن الغذاء والفود سيفتي، عملت دورات بالهايجين كذا ليفل. ما بلشت هيك يعني اعتباطي الموضوع، وقت عرفت حالي إنه حسيت إنه لا أنا هذا الشيء حبيته فبدي أعمله بطريقة مرتبة، بدي أعمله بطريقة عن جد احترافية ما يكون فيه أخطاء. يعني صار الموضوع كتير جدي، وخاصة وقت الحكومة اختارتني لأمثل الحضارة العربية كشيف سورية. طبعا كان لي الشرف بهذا الشيء، فبس صار عندي مسؤولية كتير كبيرة، فكان بالنسبة لي الموضوع انه واو، انه يعني معقول وانا عم بطبخ لهم. كتير كان الموضوع حلو بالنسبة لي. الملكة قالت لي كم كلمة، هدول لحد الان هيك حاطتهم خرزة بإذني. قالت لي انتي تركتي بلدك، خسرتي وطنك، بس هذا وطنك الجديد وبتمنى لك بداية حلوة. يعني ما بخطر لك انه الملكة الام عم تحكي معي انا اللي لسه صلي بس 9 شهور هون، اللي عم بحكي مع اللي تخيل قد ما لطيفة حكت معي بالانجليزي، انه كوني انا ما بحكي هولندي. هيك بلشت رحلتي وامتدت لحتى صار عندي فرصة أنه أكتب كتاب، أنشر كتاب عن المطبخ السوري اللي هو ماين سيريسي كوكن، اللي هو المطبخ مطبخي السوري. كان فيه كتير شغلات حلوة عن الوصفات، قصص كتير لطيفة وحلوة عن الوصفة، يعني ليش هاي الوصفة هيك، ليه هيك اسمها، امتى بناكلها، هاي بالعيد، هاي برمضان، هاي امتى يعني بنعملها، هاي مثلا ديزرت هاي. فكتير اشتغلت على هدول المواضيع ونشرت الكتاب بال 2018. اخذت فيه تكريم من رئيس الوزراء مارك روتا، اخذ النسخة وكاتب لي عليها كلام كتير حلو، مثل ما الطعام بيجمع العالم وكتابك كمان جمعنا على طاولة واحدة.
2019 دعيت لحفل. هذا الحفل كان بيضم 400 سيدة هولندية وأنا كنت الوحيدة السورية. طبعاً رحت رايحة أتفرج على الإيفنت، أنا ما بعرف شيء أبداً أبداً، وإذ بلاقي صورتي على الشاشة الكبيرة اللي بالصالة، صالة الحفل، بلاقي صورتي واسمي إنه زينز كيتشن زينة عبود. أنا ما بيخطر لك يعني إنه يعني كل المشاعر مع بعضها صارت، إنه أول شيء كتير انبسطت، فرحت إنه طلع اسمي أنا، تفاجأت لأني عن جد ما عندي أبداً أبداً فكرة عن الموضوع. وقت اللي وقفت عم باخد الجائزة اللي هي الفيفا 400 فيفا 400 وكانت مكتوب عليها اسمي ومحفور على اسم شركتي عليها، ويعني كلهم جهاز له من قبل. نفس هذا الحديث اللي عم بحكيه هلا هو ذاته حكيته على ستيج كتير كبير في برنامج هولندي، أو هو برنامج عالمي الحقيقة بس كمان موجود بهولندا، اللي هو تيد توك أو تيدكس. فطلعت وكنت كمان كشخص ملهم، حكيت كيف بدايتي وكيف أجيت ولوين وصلت، وكان موجود فوق 1200 شخص وأنا عم بحكي قصة. طبعاً هو الموضوع مو سهل إنه أنا أحكي أشارك قصتي الشخصية مع كتير عالم وهيك لايف. Did you live in the tent? Did you have a fridge? All these questions I got from the people who heard about my country for the 2020 صار في أزمة بالعالم، أزمة عالمية. وقفت الحفلات والإيفنتات وشغلي يعني فعلياً وقف تقريباً. فكرت أني أنا أعمل خط بهارات، خبرت بابا والدي على سوريا وقلت له أنا بدي أخذ من عندك من بهاراتك، هي مصلحته من زمان يعني كتير كتير من قديم الزمان. قلت له لا ما عم بمزح معك والله بدي بهارات، تبعت لي بهارات؟ قلت له أوكي. فبعت لي بهارات وبلشت. واحدة من أحلامي اللي لسه ما حققتها واللي عم بشتغل عليها شوي شوي رح تكون مدرسة لتعليم الطبخ الشرقي تحديداً، وبلشت فيها already. يعني أنا هلأ بعمل دروس أونلاين، بعمل دروس طبخ. قبل 2020 كنت بعمل دروس بمطبخي، بيجوا ستات أو ستات وشباب وبيجوا بيعملوا طبخ معي، يعني بتعلموا طبخاتنا. فإن شاء الله واحدة من الأحلام اللي لسه ما تحققت.